واحد بيقول ما هو موقف الكنيسة من شخص تزوج من أجنبية ليأخذ الجنسية علما بأن هذا الزواج بعزمة؟ هل يستطيع هذا الشخص أن يتزوج كنسيا مرة أخرى؟ نرجو الإجابة على هذه الأسئلة. زمان كان في أمريكا مثلا واحد يتجوز واحدة عشان ياخد الجنسية، وممكن يختار أي واحدة، يختار واحدة عجوزة، واحدة كركوبة، واحدة زي ما تيجي، واحدة مش لاقية زواج، المهم ياخد بيها الجنسية. وبعدين عرفوا الحيلة دي فبقوا يفتشوا عليها، يشوفوه موجود في البيت ولا مش موجود، وان لقوه زواج صوري ممكن يرحلوه، لان اكتر حاجة بتتعب الناس دول ان واحد يكذب امام الهيئات الرسمية، سواء امام الاميجريشن او امام الدولة او امام المحكمة. عنصر الكذب ده من اصعب الحاجات، فما بقتش سهل الوقت الزوج العشر. تاني حاجة، لما واحد يتجوز زواج عرفي وعايز يتجوز كنسي لازم يطلق الزوجة اللي اتجوزت زواج عرفي. يقول اتجوزت صوري وطلقها صوري، او الشخص اللي من نوع اللي عرف طريقة الزواج السوري والطلاق السوري ده يتخاف منه، لان معناها انه بتاع حيل، وبالحيل دي بيحاول يوصل. الكنيسة لا تعترف بالزواج العرفي، ومفروض مثل هذا الشخص لو اراد ان يتزوج يقول للبنت اللي عايز يتجوزها انا حكيت كذا وكذا وكذا واتجوزت وعملت وسويت الاخر، ونشوف هي تقبل اللعبة ده ولا ما تقبلوش.